الصين الآن بلا أدنى شك قوة كبرى، وكل هذا يعود إلى أواخر سبعينات القرن الماضي عندما قام دان شياوبينغ بفتح الاقتصاد الصيني، مما قاد إلى هذا النمو الاقتصادي الكبير جدا عبر العقود الماضية، مما سمح للصين بممارسة ثقلها عسكريا ودبلوماسيا أيضا. موقف دونغا حينها هو لنحافظ على الهدوء ونعزز قواتنا، والآن وصلوا إلى هذه القوة، إلى الحد الذي تستطيع أن تقوم فيه الصين إسهامات إيجابية مثل ما تحدثنا عنه، وتخفيض التوترات في الخليج العربي من أجل مصلحة الجميع. هنالك مناطق أخرى خاصة في شرق الهادئ حيث الولايات المتحدة والصين بالتحديد لديهما خلافات، وهنالك احتمال لخروج التوترات عن نطاق السيطرة، وهذا يقلقنا جميعا. ولكن حقيقة وصول الصين على أنها من القوى الكبرى في العالم، وصولها لهذه المرحلة، أتمنى أن تساهم بإيجابية أكثر من السلبية. أعتقد بأن الصينيين بكل حذر سيختارون الحالات أو الأوضاع التي يتدخلون فيها، ولن يحاولون يبذلوا جهودا دبلوماسية لا يرون فيها أملا كبيرا بالنجاح، ولا أعتقد بأنهم يرون أملا كبيرا بالنجاح إذا ما أرادوا التدخل بشكل مباشر في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فسوف يستنتجون كما استنتج الكثيرون بأن الطرف الخارجي الأساسي هو الولايات المتحدة، نظرا للعلاقات القوية جدا بين أمريكا وإسرائيل. لذلك أشك بأن الصينيين سيحاولون التدخل في هذا النزاع.